يلا جاهزين بسرعه جدا كده. بريس بايوبيا يعني ايه؟ بريس بايوبيا بريس بايوبيا يعني ايه؟ الروح. بريس بايوبيا يعني ايه؟ كلمه بريس دي انتخبتوا الف وزن مش كده؟ الاكل رقم بريس بي يعني اول. بريس بايكوزز يعني ايه؟ صح كده. فبريس بايوبيا يعني ايه؟ ذا اول سايد. يعني الواحد لما يكبر في السن بيحصل له ايه؟ تويت اسمه عادي. بريس بايوبيا باي ديفينيشن يعني كده باي ديفينيشن ذا فيسيولوجيكال ريسيشن اوف ذا نير بوينت اوف فيشن. ليه قلنا فيسيولوجيكال؟ ده مش قادر. دي حاجه سنيه بحته صح؟ كلمه ريسيشن يعني ايه؟ عكس ما انت متخيل. انت متخيل لما بتكبر بتعمل ايه؟ كده احسن. ده الطبيعي المنطق صح؟ لا طبعا انت كده اكنك بتزود الباور اكتر عايز تعمل ريكومنديشن صح؟ فهي فيسيولوجيكال ريسيس يعني ابعد. ده فيسيولوجيكال ريسيشن. اتنين بره قلنا بتبعد الموبايل صح؟ فيسيولوجيكال ريسيشن يعني بتبعد ايه؟ اوف ذا نير بوينت اوف فيشن. ليه حصل كده؟ مع السن قلنا امبارح كان عندك حاجه اسمها طاط في استك وتغير تبقى ايه؟ جبس في ايه؟ حبل ولا حاجه دوبار لينز نفسها يعني كانت حاجه لاستك جدا تبقى في الاخر سكراتك معرفش اساسها لينز ما تعرفش او لينز ما تعرفش. كان خدنا حاجه ثانيه زمان كده بتبقى حاجه اسمها فتراتش في بايوكيا كان هي زمان. انت بقى مش اللينز هي تعبانه ان السيري مصر هي تعبانه زي مثلا مين؟ الكوما. وزي ما خدنا امبارح مين؟ الهايبر ده هيجي لك بدري شويه وتغير كتير. انت فاكر الاصل في السيولوجيكال بيزيولوجي عندها بين 45 سنه قول 42 سنه طب انت كده لو جت بدري عن كده وتغير كتير وانت عندك حاجه مضاعفه سيلري مصر مش لينز بقى هي المصر تعبانه. الفرق بين دي ودي مين مضروب اكتر لينز ولا مصر؟ اه كده السن عاده 40 45 قول 42 سنه ولا حاجه خلاص بتعتمد على ايه؟ يعتمد السن ده بيعتمد على ايه؟ هل انا عندي ايرور قبل كده؟ رقم واحد. تاني حاجه البار عندك هنا يعني انا مثلا بحب استخدم عينيا هنا غير هنا صح كده؟ لو عايز استخدمها هنا ايه في البيت؟ في صوت صح؟ يعني كل ما انت بتستخدم مثلا واحد بيقرا هنا اكتر على فكره كلمه ايه انا كاتب عندك انا اتعمدت اكتبها نير تاسكس ان الكتاب كاتب ريدنج هي مش شرط ريدنج بالعكس في مصر اتس نوت ريدنج اصلا يعني في مصر هنا المشكله اصلا مصطفى مصطفى ممكن الباب لو سمحت بس اللي ورا ده؟ حاضر يا دكتور تسلم حياتي. لو مثلا بيشتغل في حاجه قريبه مثلا بص يعني مثلا في مصر مثلا يعني مصر هنا ما تعرفش ايه خالص هنا مصر مثلا الستات مثلا مشكلتها مثلا نقل الابره تنيت الرز خلاص لو ست يعني يعني طب انا مسايق قوي يعني مشكلتها الميك اب يعني الموضوع كله نير مش موضوع ايه خلاص كده قرايه خالص يعني هي نير تاس المفروض بره بيقولوا ريدنج ليه؟ اللي بره عندهم ريدنج ده حياه يعني مش كاتبين كده ريدنج عشان عند ريدنج ده حاجه بالنسبه لهم ما ينفعش هنا طبعا مش ريدنج يعني نير تاسس عشان ده لو كبرت حاجه وفاهم الحته دي يعني سهله تايب اوف وركس ما دفعنا نير ورك تاني حاجه انا الايرور بتاعي عامل ازاي تالت حاجه ان مع السن بيحصل حاجه اسمها سكليروزز وده عكس بريس بايوبيا انها في اللينز بالعكس نبتدي يقرا من غير بالظبط قرايه فانت عندك تلات عوامل دلوقتي واحد سنك قد ايه صح كده بيزد على الايرور بتاعك قد ايه قصدي صح كده؟ رقم اثنين انت بتحب تقرا عندك كام؟ بتستخدم ليك عندك كام؟ ثالث حاجه امتى حصلت فلوس قدره قد ايه؟ دي الحاجه بتاثر امتى يحصل لك فلوس قدره. اللي انا يهمني كده عشان امسكيو الايرور انا لو مايو بتيجي متاخر بدري شويه متاخر او ممكن ما تجيش خالص لو ماشيه بالظبط مع ماي ايه؟ زي ماينس 3 مثلا ده عن 30 سم بالظبط خلاص يقول لك اقرا فيها خلاص. فهمت قصدي كده؟ واضح مش واضح؟ تمام تمام كده؟ تمام. خلاص لكن هاي كنترول مش تجي بدري الافرج كام؟ 42 ساعه. سهل كده كده؟ انا عندي سؤال بقى لو ده عايز اشبهه بحاجه خدناها قبل كده هو ده يعتبر ايرور ايه؟ هاي كنترول ولا مايو؟ يعني عايز اشبهه يعني انا مجازي كده ايه؟ اتس ان ايج ريليتد ايه؟ هايبر مترول هايبر مترول فيها يبقى شكلته ايه؟ برافو عليك لو هيشتكي فعلا اول حاجه صداع. لو اشتكي صح كده يبقى اول حاجه صداع اكومديتيف استنوبيا طب بعد شويه ديفكتيف نير يعني يعتبر اكنه هايبرتروبيا فعلاجه بلس ولا ماينس لانز؟ بلس ايه التانكه كلمه بس؟ ان هو بلس لانز تو بي ادد تو يور كوركشن لو موجوده يعني انا اصلا مايوب او انا ماينس او صح كده؟ كويس انت عايز تنس بلس لما تكبر مش كده؟ البلس احطها ازاي على دي؟ ان دي خلتني امتروب اصلا صح؟ يعني احتمال كبير جدا يحتاج نظارتين واحده فور ديستنس دي صح كده؟ قال عليه بقى حط دي على دي مثلا دي ماينس 1 حط عليها بلس مثلا 1
ماينس 2 حط عليها بلس 1 اهي بتاخد كام؟ ماينس 1 اهي بالظبط ماينس 1 في القرايه ماينس 2 في البي ماينس 1 فهمت قصدي كده؟ يعني بحط كده عشان يسموها ده ريدنج اد اد ليها معنيين اتس ا بلس تو بي ادد تو يور كوركشن فلو انا ايمتروب لو انا ايمتروب هقدر احرز لو انا كنت اصلا كده ايمتروب نظارتين واحده في الفار واحده في النير النظاره دي بلس ولا ماينس؟ بلس بلس يقول لك في الامتحان ممكن واحد يقرا في النظاره ماينس الاجابه لو هو ايه؟ اصلا كان ماينس كان ماينس قبل كده صح كده؟ يقول لك هل ممكن يبقى نظاره الاجابه بتاعتك بالماينس؟ الاجابه هي عاده نفسها ريدنج اد هي بلس لانس بس انا كنت ايه قبل كده؟ فهمت قصدي كده؟ انا كنت مثلا بلس 1 تبقى بلس زي ما هي انا كنت ماينس 5 تبقى ماينس 4 فهمت قصدي كده؟ بيلعب بيك بسؤال يعني يقول لك النظاره ايه بلس لانس ممكن تبقى ماينس؟ تقول له لو انت كنت اصلا ايه؟ يبقى هي plus tense بس اتذكر to be added to your correction بس كانت تمثال اسمها كده reading add كلام ثاني ولا انا زودت على كتاب كتير قوي على فكره بس ده كفايه قوي القدر كده كفايه قوي يعني انا كنت محضر على كده بس كفايه قوي كده يعني حسب السن عند 42 سنه يبقى ضعيف جدا كده مؤمن يبقى عنده حوالي 4 دكتورز هو اشمعنى 42 سنه؟ حسب السؤال ده يعني اشمعنى 40 45 سنه؟ ان في السن ده كنت فاكر كده امبارح عنده 4 دكتورز 4 دكتورز يعني 25 سنه فانت يا دوبك مكفي خدنا قاعده امبارح عشان تقرا انت مستريح لازم تريح فانت مش تقدر تعمل ايه ساعتها بقى تعمل 50 سم فريحت واحد دكتور عشان انت عندك 4 دكتور صح كده؟ يبقى بنجيب عند 50 محتاجه 2 بس 100 على 50 2 فريحت 2 اهو فهمت حاجه ده؟ عشان كده السنه ده بالذات انت يا دوبك فلوسك مكفيه المسافه يا دوبك لو واحد عنده 60 سنه ده عنده 1 دكتور بس هيحتاج نضاره بلس 3 بس يعني قلت النظارات الجايه تتغير برضو؟ ايوه هي تتغير طبعا اوكي ما حسب سنه دي نظاره تفصيل انا عندي عين عندي 3 نظارات يعني لك يعني احب اقرا عند كده كذا وبحب عند اللابتوب كذا وبحب اشوف كذا نظاره تفصيل فهمت قصدي لا انت بيديك مسافه بيديك بس 20 سم مسافه مثلا وصلت سهله كده صح كده خلاص هل ممكن اعمل جراحه او ممكن اعمل جراحه ليزك مش داعي هي بتخش فيها حته دي خلاص بقى ان دلوقتي الطب كله الحته دي اللي هي سيرجيكال كوركشن اوف بايوبيا ضرب نار فيها يعني ليه؟ ان الناس بقت ديمانتها عالي قوي الناس بقتش طايقه زمان يعني زمان قوي لما كان في نظارات بس كانت ناس طايره قام واحد لعب في دماغه حاجه اسمها كونتاكت لينز بقى مليونير ملياردير ان الناس بتمشي من تحت الشكل اكتر صح؟ ما جت فكره كونتاكت لينز كانت ساحقه في العالم انه ابتدى يصنع عن ايه؟ النظاره تطمع الناس اكتر فبقت الشركات تعمل اكتر طلعوا حاجه اسمها ليزك او يعني ريفراكتيف سيرجري صح كده؟ وعمال نطور زي كتير ونقعد نطور ليه نطور؟ عشان الديماندز بتاعت العينين مش قادره دي ضربت الدنيا انا لابس نظاره مش قادره شكلي وحش فهمت قصدي ان الريفراكتيف سيرجري تاخد حاجه اسمها استاتيك سيرجري تجميل صح؟ اللي مسافر شكله بره الليزك والحاجات دي مش داخله في الانشورنس يعني بدل ما تصرفش على ليزك وكده بدل تصرف على مرض انت عايز تعمل ليزك بفلوسك يا حبيبي انه اعتبرها تحت ايه؟ استاتيك عشان كده معظم الصين عايشين بره بيعملوا ليزك فين؟ في مصر يجي يعمل ليزك ويسافر تاني ان هي غاليه جدا هنا عادي هنا في الماركت يعني هنا في الماركت تمام في بره هنا عادي تبقى اوفرز ومش حوارات كده يعني بره لا بره الليزك تعمل ليزك ده يدفع يعني 5000 دولار 10 دولار كده يعني داخل في تجميل خلاص بس كده خلاص متوقف حلو يا زوجي تمام كده صح؟ الكورنيا اذا بزرع جوه الكورنيا نفسها دي احدث حاجه خالص بزرع جوه الكورنيا نفسها عدسه نير جوه الكورنيا؟ خلاص بقى معلش اوكي خلاص بالظبط يعني ايه باي فوكال ومالتي فوكال يعني نظارتين نظاره اهي بس كده عامله كده في جزء نير وجزء ايه؟ اه بس دي عين عندك انسكتد كيسز صح؟ اه ليه انسكتد كيسز؟ ان لو العيان مش فاهم الحته دي هيتبهدل ليه؟ لازم ينزل السلم هيبص كده ويقرا كده يبص يعني الباي فوق المالتي فوكال دي مش اي حد يلبسها خطر جدا لازم واحد فاهم بيعمل ايه؟ انه هيضطر يحرك عينيه كده وكده لو عمل كده بص بالفار السلم هيتبص خلاص كده راحت حصل فيها حوادث كتير بس كده يعني لازم يبقى فاهم العين اللي باي فوكال استخدم عليك مش راسك تمام ده نظارتين وخلاص نظاره فار نظاره ايه يبقى على طول كلام سهل كده وعينك لازم اصلح البريس بايوبيا ولا اصلح الايرور اللي كان عنده من الاول اصلا بايوبيا قول يا اجر الاثنين
بس انا اخش دي صعبه جدا. تشايز بليزنج ده انا عمروش يعني انا لسه بدري لحظه مش ان انا هلعب في الكورنيا ايريفرسبلي، هخلي الكورنيا مالتي فوكال لانس، يعني هخلي الكورنيا بالليزر تبص بعيد وقريبه تليدريت. بوريك ديمانز عالي جدا، الناس بقى مع الموضوع دي لا مش قادره، يعني دلوقتي بعد عدت ليزك من 10 سنين دلوقتي ما اقرا محتاج بس هطوره تاني اتصرف. فالشركات بتصرف billions of money عشان الكلمه دي. واضح كده؟ واضح؟ تمام؟ يعني تفاصيل شديد. انا مش عايز تفاصيل خالص، مش عايز 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 مش عايز. يعني احدث ابحاث دلوقتي how to treat pre-fallopian surgery، ازاي نرجو الزهور حاجه زي كده، يعني شايف صبح وبليل كل حاجه قريب بعيد من غير نظارات، بقى شغل شغل العالم دلوقتي. بس يلا كم كده كمل يلا فيتم يلا بقى ظهرك ورا ظهرك ورا ظهرك ورا، ما تحاولش تبص الورق مش تحرك الورق كده، الورق بتطور مايوك لوحدها دي لوحدها هتقعد تبعد ازاي؟ بص هنا اما خلص صورها. اوكي. تمام؟ لو شفت حد بيكتب هو فاضي. كده. عشان تركزوا. هقول لك انا بكتب. خلاص كده؟ انا مش هركز معاك. انا بكتب على مين؟ صورهم ليه؟ بس عايزك تركز معايا. بص بقى. ده مايوك. ده هايبر متروب. وده استجماتيزم صح؟ اه. ايه معنى استجماتيزم؟ سيمبل استجماتيزم ها؟ كومباوند ها؟ وميكس صح؟ واحنا بس عندنا بريزما جوبي. بعد كده خلصنا منها صح كده؟ مع بعض يلا. ناخد اكزامبلز حقيقيه فعلا. هو ده يعني عامله ازاي؟ يعني اديني اكزامبل كده كوني عامله ازاي؟ برافو. ان الاصل الموضوع صح؟ ان الاصل الموضوع مش كوني، موضوع ايه؟ اكزامبل. موضوع عاده اكزامبل فمش كوني زي ما هي خلاص يعني. خلاص يلا هنا اكزامبل زي ايه مثلا؟ يعني هي برضو إكس يلا عادتها صح؟ نيجي هنا يلا بقى خلي نيجي إكزامبل زيرو ماينس وان مثلا. تمام يلا إكزامبل ماينس وان ماينس خمسة مثلا صح؟ إكزامبل ماينس وان بلس خمسة صح كده؟ كله فاهم؟ العين مع بعض يلا العين ها؟ ده وده يتجمعوا في نقطة صح كده؟ ده وده يتجمعوا في نقطة يلا مع بعض ها؟ هنا برافو عليك يلا ها؟ واحدة هنا واحدة قدام صح كده يلا واحدة هنا واحدة قدام كل فاهم الكلام ده؟ اه يلا عايزين نعالج بقى هنعالج دول بايه؟ ليه سميناهم ذا سفيريكال ايرورز؟ لنعالجهم بعدسة سفير. يعني ايه عدسة سفير؟ ادي كور ودي سفير مع بعض يعني الكيرف ده انتوا شايفين الكيرف ده؟ الكيرف ده هو هو الكيرف ده صح؟ على فكرة هو هو الكيرف ده صح؟ هو هو الكيرف ده خدتها الجبهه؟ صح كده؟ ليه؟ سفير يعني بوينت واحده ليها 1 radius. خش من اي حته نعدي نفس البوينت في الاخر. طب انت عندك بوينت واحده عايز تصلحها هات عدسه سفير جزء من عدسه سفير ليها 1 ايه؟ radius. صح كده؟ بالاخر علاج الاثنين دول عدسه اسمها ايه يلا ها؟ سفيريكال سميناها سفيريكال برافو. بس سفيريكال ايه بقى؟ دي هندسه بقى يعني دي تديها هندسه. لو ده ما تحطش ايه هو النضاره مش كده. This is engineering. This is medicine. Okay. Spherical. شكلها ايه بقى؟ لو انت مايوب دي spherical minus lens. Spherical plus lens. They are concave and convex. Diverging or converging. صح كده؟ كام صار كده؟ مركزين معايا؟ نظارة. ادي النظارة بتاعتنا. الورقة معاك. صح؟ في هنا كده فيها ورقة كده اسمها S. ساعات يكتب SPH. ساعات يكتب SP. صح كده؟ تمام. هنا بكتب سي ساعات يبقى سلندر سي واي ال ساعات يكتب سلندر. هنا اكتب ايه؟ اكسس اي او اي اكس او اكسس. الزبون ده في اي بي دي نظرت عامل ازاي؟ اي بي دي يعني انتر بيبولر ديستنس يعني ديستنس بتوين ذا بيبل ده والبيبل ده. ليه؟ عشان لما يعمل دي لما يعمل دي خلي بؤره العدسه القويه جدا في النص هنا في النص هنا ماشيه مع مين؟ يور بيبلز. اوكي اسمها انتر بيبولر ديستنس. خلاص كده؟ دي الاي بي دي. كويس قوي. يلا الزبون ده ده هيبقى الموضوع عامل ازاي؟ سفيريكال لينز ايوه ها؟ ماينس 1. طب الزبون ده؟ سفيريكال لينز بلس 1. صح كده خلاص؟ مامي. نيجي للزبون ده يا بابا.
يلا عايزين عدسه سفير بقى، يلا عدسه سفير، يلا ها لبسوا عدسه سفير هيحصل ايه؟ ما بتفهمش بوينت. هتاخد ده كله على بعضه ايه؟ لورا. هتحول ده هنا فعلا لكن ده لورا، ما ينفعش سفير صح. يجي بقى هنا تقول عدسه اسمها ايه؟ يعني ايه بقى عدسه سلندريكال بقى؟ يلا عايز ورقه؟ هل معاك ورقه او كتاب ولا حاجه؟ بصوا ركزوا معايا، دي كده اسمها ايه؟ سيلندر. لا دي اسمها كده امبوبة صح كده؟ احسب وانت عايز ايه؟ سيلندر يا امبوبة صح كده؟ يا طاح نصين، خد نص امبوبة كده اهو، نص تيوب ده نص تيوب صح كده؟ دي سيلندر ذيس تو وان كده. ركز معايا بقى، ركز معايا. ايه الموضوع بقى؟ بص على صباعي لو سمحت، بص على صباعي ده باي ده كده. يعني بنقول فين الكيرف حصل؟ من هنا كده، من هنا لغايه تحت، يلا مع بعض مع بعض مع بعض ماشي. صباعي في كيرف بيحصل؟ لا. برافو عليك. هنا في كيرف بيحصل؟ اه. يبقى العدسه دي مش كوره. كوره لو مشيت فيها صباعي هيعمل كيرف، تعمل كيرف صح كده؟ العدسه دي فيها صياعه جامده جدا، وفي في جزء منها ما فيهوش باور زيرو. سميناه احنا ده اكسس اوف ذس ايه؟ سنتر. ده اسمه ده اكسس. ايه التكه في الموضوع بقى؟ كنت كده معايا؟ ده ويف لايت. فاكرين كان اول حصه خالص؟ لو ماشي لايت ويف لايت ويف لايت ويف لايت ويف ماشي كده، هيحصل ايه؟ هيعدي عادي زي ما هو صح؟ ماشي بيرفنديكولر. في نفس اللحظه في لايت ماشي كده صح كده؟ هنا في كيرف هينكسر، يبقى ديس لينس وركس في حته واحده بس صح كده؟ ويتش از بيرفنديكولر تو اتس اكسس. ان الونج ذا اكسس ذير از نو ريفراكشن زيرو صح كده؟ مع بعض فهمتوها؟ مع بعض الاول مره والاخر مره. اللي هكتبه هنا ده كورنيا مش نضاره، بعديها امسحه على طول. ايه ده ليه؟ الاول مره والاخر مره اللي كده في الحته دي كده، ده مقاس كورنيا مش نضاره، بعديها هضطر اعمل ايه؟ امسحه على طول. الاول مره والاخر مره. انا عارف عني فسد بس كده. اللي كده هنا ده مقاس كورنيا الحقيقي الاصلي بس كده مش نضاره. كده انا ده مش عليا. لو حد سالني سؤال بعدين اول واحد ده اللي هو سنتر استنتزنا صح؟ زيرو ماينس 1 الكورنيا مش نضاره عامله ازاي؟ برافو زيرو بلس 1 لاول مره لاخر مره ده مش نضاره. هو 30 ثانيه ده مش نضاره، يعني ده مش هايبر ميتروب صح؟ ما قدرش حاجه. ايه ده ده ايه ده؟ كورنيا. هو عشان هو كده علاجه ماينس 1 دي النضاره. طب انا عايز اعالج ده عشان نفهم ده نرجعه لاصله. فدي ايه؟ مش ايه؟ يعني ده ما يبقى هيكنترول صعب عليك ده ايه؟ ضن دي ايه؟ النضاره. فاهم؟ انا مش هديك شرح في دي. هو هيديك شرح غير ممكن واضحه. اللي قالتها الماينس بلس معايا عشان دي كورنيا. اقوى اقوى اسمي ايرور بايه؟ يبقى دي ايه؟ مش هنقل انت واحد كله خلاص مستقيم معايا؟ ردوا عليا؟ عدسه ايه؟ عايزين نعرف يبقى نحطها ازاي؟ قوي قوي يعني نحطها كده يلا اهو صح. ايه اللي هيحصل؟ اللايت ماشي هنا، اللايت الباريس جايه ايه؟ صح زيرو. انا من بقى والله زيرو 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 زيرو. خبط عدسه ماسك معاك دي سايد ماينس 1 بس في تاكه صغيره. هو خبط ايه؟ البنديكتور نو باور خرج ايه؟ زيرو زيرو زيرو. خبط في الكورنيا اللي هي بلس عشان كده معدم الرئه. عرفت حاجه؟ لا. برافو. في نفس اللحظه حطيتها كده اهو زيرو 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 زيرو. ايه ده؟ ده خبط في عدسه ليها قوه هيطلع ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 على زيرو. ما انت ايه ده؟ هو صح؟ لا هات السمون ده بقى حطه كده يلا زيرو 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 زيرو. خبط في ايه برضه؟ نو باور. خرج ايه في الاخر؟ زيرو زيرو. ايه ده؟ على الراتنه في نفس اللحظه زيرو 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 خرج ماينس 1 مع بلس 1 عرفنا. بتكة عشان عالج السمبل استنتزم محتاج عكس تصوير عكس سيلندر. هتقول كلمة سيلندر لازم وراها بقى على طول جملة كده سيلندر. ذا اكسس
the axis is perpendicular to the meridian to be correct. واضحة؟ كل واضح؟ واضح؟ يلا نرجع تاني. أنا عامل لك إيه؟ اسمع كلام بس. خلاص نرجع تاني معانا، يبقى ده علبه إيه بقى؟ نضارته أهي بمنتهى البساطة، تمام أهو، أدي المنظر أهو. سفير، سيلندر إند، يلا سفير، ماليش فيه. يعني زيرو. صح؟ طيب هنا؟ كام ده؟ ماينس 1، يبقى ضغط عادي بقى. أكسس كام؟ لو ده كان 180 اهو صح؟ حطه ازاي؟ 90. رقمين ظهروا صفر وماينس 1. طالما الرقمين ظهروا يبقى انت استجمعت. ثواني، واحد فيهم متروب وواحد مايوب. سيمبل مايوب. صح؟ صح؟ رقمين واحد منهم صفر. يبقى ده ايه؟ متروب على رقتنا وده مش على رقتنا، ده مايوب. بس سيمبل مايوب. سهلة؟ كومباوند. سير. هو انا مش فاهم مثلا الاكسس ايه الاكسس ايه؟ حط عكس ده، ما هنا الكوني اكزامبل ده، الاكزامبل ده الكوني هنا اقوى. عايز اصلح ده to the meridian to be corrected perpendicular، حطه كده. يعني ده عليك. حط الاكسس ده فين؟ الاكسس ده لازم تحط عكس، عايز اصلحه. قدرته ايه اعمل كده؟ تعالى كده؟ تمام؟ كومباوند سفير. مين فين؟ ما انا هصلح دي، مش هصلح دي؟ هصلح دي براف. سيلندر. مين فيهم؟ ما هو بيصلح واحد. صح كده؟ يعني هتصلح ده ولا ده؟ ما تاني باور. صح؟ يعني تو اوبشنز، لا ايه؟ لا تو سيلندرز او سيرو سيلندر. وده اللي بيحصل في عندنا دلوقتي. كل نظاراتنا احنا دي كده. سفيرو سيلندر ازاي هندسها؟ مش جاب السؤال ده. دي اسمها منسكس لانس. ده طريقه عرض عدسه. لكن دي بلس ولا ماينس؟ دي ماينس وفيها استجماتيزم. انت ممكن بلس فيها استجماتيزم. اسمها منسكس فور، دي حاجه هندسه بقى. ماليش فيه. تمام؟ تمام. يبقى دي هنا ايه؟ هنحط ايه؟ اصل احنا بنصرف فكر ازاي؟ خلاص؟ يبقى هنا هنستخدم ايه؟ سفيرو سيلندر. ازاي الطريقه بمنتهى البساطه مع بعض؟ جاهزين؟ بص بقى، سفير سيلندر اكسس. والله احط سفير، طب اختار رقم صغير سفير. مين رقم صغير؟ نيجاتيف 1. صح، هنحط هنا ماينس 1. ماينس 1 دي هترجع دي كلها هنا، صح؟ صح كده؟ وهترجع ماينس 1 برضه، مش على كله. هيتحول بدي لايه؟ ماينس 4. هيبقى كالاتي: 0 ماينس 4. ايه ده؟ طب ما ده سيمبل استجماتيزم. لبسه ايه يلا؟ ها؟ ماينس 4 اكسس 90. صح؟ والله في رقمين. يبقى انت عندك ايه؟ استجماتيزم. ماينس وماينس يبقى انت ايه؟ كومباوند. صح؟ يبقى العكس دي روح يبقى ثانيه عادي. انت كل ده عشان اخر العلاج جمله. كده جمله مش تفهموها بس. يبقى كومباوند استجماتيزم علاج واسفيرو سنترال لانس ان ويش ذا سنترال كونات از بيربنديكولار تو ذا مريدي تو بي كورنت. صح؟ ميكست. يلا سير سيلندر. صح؟ هضطر اعمل ايه؟ برافو. يلا مع بعض دلوقتي. يلا هاي سفير سيلندر اكسس. سفير خد الرقم الصغير هاي. الفرق ان هيبوظ الثاني. هنا كان بيصلح تاني شويه، هنا هيبوظه بقى. يعني دي تبقى كده زيرو فعلا، لكن دي تروح فين؟ هنا. يبقى البلس ايه دلوقتي؟ ده تحول الى زيرو بلس 6 غصب عني. صح؟ يلا هاي بلس 6 برضه اكسس 90. رقمين واحد ماينس واحد بلس يبقى انت ميكست. يبقى كده الامتحان من الاخر كده. دول علاجهم سفيريكال ايرور، علاجهم ايه؟ سفيريكال لاند. وده سفيريكال ماينس والسفيريكال بلس. سلندريكال ماينس او سلندريكال بلس حسب ما انتوا فاهمين في الاخر. صح كده؟ الناس كانت سفيرو سيلندر هتقول كلمه سيلندر سيلندر سيلندر، هتقول كلمه واحده بس، الثلاثه دول على بعضهم كده. ذا سلندريكال كومبوننت صح؟ is perpendicular الاكس بتاعها يعني to the meridian to be corrected. ده بتاخد الحاجة. spherical lens cylindrical lens sphero cylindrical lens الجزء cylinder to the meridian to be corrected. اوكي انا شوفي ان انا ارجع واحد من الميريديان زيرو واشتغل على الثاني. ينفع تتفحص لك اللي نظرها مش صحيح لك هندسه. يعني لما اجي افحص عليك حاسبك في راس سلندر بس مش عارف التفاصيل دي.
لكن كانوا ينفع ماتيماتيكلي ينفع طبعا. طب لما اسال السؤال ده هقول حاجه عشان اروح نقاش بقيه مع نفسك كده شيطان يلعب بيه عشان ينفع ده سيب من دول. طب ما خلص. طب حاجه ده كيف انا بقى اصلح الكبير الاول؟ بص طمنت نفسي ان انا حاجه مش فارقه كانت ماينس 5 ماينس 1 صلحت دي يعني فاهم قصدي؟ يعني ده مختلف. النضاره دي هي النضاره دي صلح ده الاول كيفي بقى يلا بلس 5. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ رجعت ده هنا ده هيبقى ماينس 6 صح كده؟ صح؟ كويس. المنظر كالاتي ساعتها هيبقى منظر يعني النضاره دي هي منظر كالاتي بقى ده ماينس 6 وده بقى 0 صح كده؟ اعكس الاكسس بقى هدي ماينس 6 اكسس كام؟ 180. النضاره دي هي النضاره دي اسمها ترانسبوزيشن اوف لينزز. انت لو نضارتك ماينس 1 بلس 6 احسن ولو بلس 5 ماينس 6 احسن؟ براحتكم بقى. هي نفس العدسه في الاخر يعني اوبتيكلي نفس الفوكس في الاخر. فهمت قصدي كده؟ بدات من اول شويه معايا برضو عندي رقمين واحد بلس واحد ماينس. دكتور واضحه مش واضحه؟ بس كده فهمتوها خلاص؟ لو مع كل ده بقى عنده اجزيا مايوكن هعتبره الاجزيا الجزء واحد من دول جامع ده يعني هنا بقى. طب كويس بصوا يا جماعه بصوا انتوا معايا اسمعوا كده معايا خلاص. انت لما تروح الدكتور عيون بيقول لك ايه؟ هو بيعكسك شويه بيقول لك ايه؟ انت بص انت عندك مايوبيا و استجماتيز ده صح؟ هو المايوبيا جزء من ده صح؟ يقول لك انت عندك ماينس 1 على فكره بس معاك حبه استجماتيزم ده كده العين بعيده صح؟ انت عندك ماينس 1 ومعاك حته صح كده؟ لا هي مش معاك انت عندك دلوقتي مرض اسمه ايه او حاجه اسمها ايه؟ استجماتيزم. طب نوعه ايه؟ جاز يبقى انت قايل لواحد بس هو ان افريج مش فاكر اسميك استجماتيك بالنسبه لي وعالج استجماتيزم عارف انت متخيل انت بعالج الاستجماتيزم ده يعني ده لو ده لا انت كده عندك جاست استجماتيزم مش مع بعض فهمت حاجه؟ انت ما عندكش تو ايرز مع بعض انا عالج واحد تاني عالج تلقائيا انا بعالج الاستجماتيك فقط لو موجود عارف الفرق؟ احنا خلصنا ايه يلا هات تريتمنت اب بصوا بقى هات مايوبيا يس دكتور امور انا برضه مش فاهم لا ما انا لسه انت بتقول ايه زي قبل كده مش فاهم انا انا برضه ما خدتش ورقه يا جماعه انا عايز اشوف السكرين ده لازم نخلص يلا لو بليك انا عايز اعرف شو سبنت لو اوبليك هتلاقي الرقم ده 180 اي حاجه 150 45 60 5 10 15 اي حاجه عادي ده عادي محدش يحس ان اوبليك ان هو كده عيني يعني انا اوبليك ايه عادي جدا ما اعرفش كيف الناس عندها مشاكل اوبليك عادي جدا اوبليك ده عادي جدا خلاص اي مشكله ايه مشكله انا عايز كل ده مقاس نضاره كل ده مقاس نضاره دي جت مره ومسحتها كل ده مقاس نضاره
مفيش اناكوني خلاص. يلا هو ايه فكره السكيب تاني كده اسمها كلام ان هي 1 بوينت فوكس مهما خبطت في حته نفس الاكسس نفس الفوكس ملهاش غير بوينت فوكس واحد. يا جماعه حد بقى مايوكي طب الزيرو ماينس 1 ده مشكله في الاكسس. طب هو لو مايوكي اللي عنده هينجز الايرور مع ريفراكتد ايرور ده ما عندوش فري فو ساي ايه ده والله الاثنين قدام يعني حتى الزيرو شخصيه مش موجوده قدام عليه الاسترجيزم بيطبق ما ينفعش انت مش شايف ازاي مش فري فو ساي انتوا عاملين ايه ده عنده اكسيال وريفراكتد جامد قوي هو مش كده مش عارف مش عارف كده مفيش حاجه مش عايز ده كان واحد هطبع تاني مش عايز ده كان لينس ما تعملوش العين عدسات منفصلة. اللي ده مخش العين بيتعرض لكذا حاجة بيتجمع في حتة. مش اسمها كونيا عشان انت محدش يقول لك يبقى طب بلاش بقى هو عنده كونيا كيرفتشر وعنده سبلكسيشن وعنده رتنال اكزل ورا. كده عنده خمس فصاي. لا اللايت بيتعرض لكذا حاجه بيجمع في الاخر ماكسيمم 2 بوينتس في حاجه بتطغى على حاجه الموضوع مش بيسحب ثيوريتيكال قوي كده تمام حلو ان هو عنده كل كيرف بايز وعنده نيوكليس كروزز وعنده على فكره سبلكسيشن وعنده على فكره ورا ستيفلوم وعنده كمان اكس بارت هيتعب ايه سبع فصاي لا لو درجه عاليه يبقى الراجل خلاص مفيش سوكس اصلا ان هو لو وصل الدرجه دي هعتبره ايه استجماتيك الراجل خلصنا ما دام على العمله دي لكن اظن هو في حته الريكلاريتي يبقى عندك 2 فصاي صح؟ تعديت عن كده هعتبرك ايه من الاول خالص؟ الريجلر بلاش عنده سبلكسيشن بدايته ريجلر لو زاد الريجلر بلاش كراتيكونس بدايته ريجلر لو زاد الريجلر فهمت الحوار يا جماعه؟ فما انتوا بتتعاملوا احنا بتفنطوها قوي كده هي الموضوع مش كده اللايت بتعرض في الاخر لايه؟ ماكسيم اللي انت ممكن تشوف بيه 2 فصاي تعديت عن كده جبت 3 فوساي 4 فوساي هقلبك ايه خلاص؟ استجماتيك ايرريجلر مش هقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا انت عندك حاجه واحده اسمها ايرريجلر استجماتيزم there is no focus خلاص فهمت حاجه يا جماعه؟ فهمتني؟ يعني هو لو عنده اكزال جامد قوي ده كلامي صح كده؟ وعنده كونيا بايظه خالص صح كده؟ ايرريجلر استجماتيزم نو فوكس مش يبقى عنده اثنين قدام رتنا وواحد ورا رتنا كده خلاص نو فوكس مش قصدي اثنين قدام انا قصدي الاثنين هيبقوا قدام رتنا في نفس البوينتس بتاعتهم بس ديستنس قريبه يعني لا هو استجماتيك كونيا واستجماتيك في الريتنا وبيكس اللي هيتجمع فين في الاخر قدام ازاي حسب بقى خلاص بس قدام في كذا نقطه صح يعني قدام في كذا نقطه قدام في نقطتين برضه يبقى ريجولر يبقى انا نضاره نضاره عليا ايوه ما هو ده بيقول يعني مور ذان 2 فوساي ما اقدرش عليك الجهاز مش هيقولك اصلا يعني الجهاز مش هيقولك اكتر من كده مين هنا يا جماعه يعني الجهاز اخد يجيب نقطتين ده اللي ممكن عنده كان دوت موضوع جدا يبقى ساعتها ده العين ده اصلا عم تقول ناسكي مش هتعرف يعني سيزرين بقى هيقول لي ايرور كذا بيقول لي عنده ايرور فهمت قصدي كده؟ فهمتوا؟ ما تعملوش العين هي حته كده هو والله اتخبط عشان كده في حاجه اسمها ويف فرونت تكنولوجي انا واخدها يعني من جنش على العين الانجليزي كده ان شاء الله انا عايز احكي لك عشان الحكايه مش هنخلص اصلا ايرورز خلص ايرورز كده اتفضل طيب ولا لا؟ ايوه طيب هذا الاير تايب اللي عايز بقى واحده واحده مايوبيا ومتروبيا مايوبيا عارف متروبيا يلا المايوبيا علاجها ايه بقى؟ بص احنا كاتب عندك علاج اربع حاجات كده؟ الرقم بتاعنا ايه؟ اربعه هو علاج الاير بس عامه اثنين بس لا اوبتيكال لا ايه؟ سيرجيكال لا اوبتيكال لا ايه؟ لا سيرجيكال ركز معايا اسمع عشان ناخد على بعضها يعني الناس كده لا اوبتيكال لا ايه؟ لا سيرجيكال كويس؟ المايوبيا بالذات اللي هي هاي اكزيال انت غير ان انت مايوب انت عندك ديجنتيف ديزيز صح كده فانت عندك حاجتين زياده يعني اي ايرور في الدنيا مايوب هايبرتروب استجماتيك اي ايرور محتاج لك نوعين ايدر ايه او ايه اوبتيكال او سيرج سيرج كان جاي من الاخر ليزر ده معظمها يعني المايوب في كلام كتير شويه هقول يعني اكتر مايوب يعني الهاي اكزيال مايوبيا فقط غير دول في حاجتين تانيين صح ديجنتيف ديزيز يعني مثلا اوف كومبليكيشن زي مين مثلا؟ كاتاركت، غلوكوما، ديتاتشمنت، صح؟ عايز تقول الهايبرتروفي عندها برضه كلوز لاين غلوكوما ماشي. ده قدر بيحصل، لكن ده في هنا خانه اسمها اوف كومبليكيشنز، صح كده؟ تاني حاجه انت وريدي مرض جينيتيك.
وعين كبيره جدا 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 مش كده؟ فانت كدكتور انت عندك هاي ميوبيا، شكرا انا هتابع كل سنه مره. ليه؟ لما انت حصل ولاده جنريشن ابتدى يحصل هولز مش هستنى يحصل ديتاشمنت بقى، عملوا بروفلاكتيك ليزر بقى. اقول له سمحت انت عينك كبيره جدا زي ما خدنا بوفتالمس، بلاش كونتاكت سبورتس، بلاش بوكسنج، بلاش كره يد، اي حاجه تحتكيك بلاش. صح ليه؟ خدت خبطه سكيل تن ممكن يحصل ديتاشمنت. صح كده؟ في حاجه ثانيه بقول للعين زياده، عايز تلعب تلعب ايه؟ طبعا يبقى انا افويد كونتاكت سبورتس. صح كده؟ زي بوفتالمس بالظبط، بس كده فولو اب فور ليزر. واضح كده؟ تاني حاجه افويد كونسانجنس مانج، يعني جواز القرايب، يعني هو رساسة ديزيز، فجواز القرايب بيزوده جدا. ماينس 10 ماينس 15 طب اللي جاي مش تمام. بلاش جواز، شيء يعني انت بلاش. بس كده كام سهل؟ انت النهارده ديمانز في السما مش عاجبني على فكره، يعني كلمه واسم جنب بعض مش كده. حسب لو سكار لا من اول حصل لك مش ممكن. ماشي اوكي اعتبرها كده قاعده. ماشي هي ماشي اوكي مش خش. ماشي الحاجه الثانيه الميديا بتعمل سودو كونفرجن سكوينت ما خدناش اسم الكومبليكيشن ما خدناش اسم سي سكوينت. لكن اول حاجه عايز اقول اللي بيعمل الريجلر بدايته ريجلر مقبول، يعني اللي بيعمل الريجلر ده لو بدايته خالص ريجلر مقبول دي مقبول على مش على اطلاقها بس مقبول. فاهم خلاص كده؟ حتى عنده اي شغل حاجه ثانيه رغبه في حاجه ثانيه اي حاجه في اي حاجه ثانيه. طب يلا خلاص اصلا بيموت عادي كده عارف خلاص كده هو معدي معدي كده خلاص يلا صح كده اوتيت. طب يلا اوبتيك اللي ايه سيرجري قلنا الهاي اكس مزود حاجه زياده كمان اللي هي ايه بروفلاكتيك مهم جدا. انت بتقول زي سكر لو سمحت انا هشوفك كل 19 سنه هو مش عارف الموضوع ده هو مش عارف عنده لاتس والقصص دي كلها. لو لقيت عنده حاجه يجيله ايه بروفلاكتيك كيس دي مهمه جدا 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 جدا. انت بتحمي العين من مشاكل دي مهمه جدا. بتقول له كده على فكره عايز اقول لك حاجه في اي لحظه شفت ضوء جامد جدا في عينيك فلاش ولا حاجه تعالى بسرعه لان ممكن هو بالنسبه له حاجه عاديه فده تفهمه اسمها وورنينج سيمتومز. يعني انت لما تنبه حاجه قدام على فكره شفت فلوترز جامد بالذات لما عنده جامد لو سمحت تعالى بسرعه شفت ستار صوره ولا حاجه تعالى بسرعه لان ممكن ساعتها يعديها. اوكي هو وورنينج اجينست وورنينج سيمتومز. ده مين؟ ما عملتش كده يبقى انت مجرم، يعني ما عرفش حاجه. يعني انت ما عملتش كده يبقى انت مجرم. يعني انت قصرت في حاجه. سهل خلاص؟ خلصنا من دي؟ نيجي بقى لكل الايرز اهو ده اوبتيكال ايه؟ سيرجيكال. ما زال لغايه دلوقتي الاوبتيكال اكتر اللي هو كونتاكت لانس او نظاره. هنا عندي هنا الفورم ايذر كونتاكت لانس او كلاس سبكتكلز يعني بالطريقه صح كده؟ التايب بتاعها ايه؟ والله حسب انت ماينس او بلس. يعني انت بلس ماينس على اساس ايه؟ كونتاكت لانس او نظاره. صح طبعا طبعا احسن براحتك خالص الكونتاكت لينز بس لو انت عندك هاي ايرور مش خدناها في اللينز زمان قلنا اصغر والفيلد احسن وشكلها احلى فاهم ابريجنز هذه كلها صح كلام جميل صح كده. اللي جاي دي مش هقولها ولا لا بصراحه بس انا مش خايف افتح نفسي فتحه كبيره جدا نقول احتراما ليك انت يعني الفار بيجيبه ازاي هي مش عليك انت مش كاتبها بس عشان تفهم يعني ايه فار بوينت يعني ايه فوكس عشان تبقى انت وانت بتذاكر في يعني ايه فار بوينت اصلا خلاص اقولها ولا بلاش؟ لا اساله بس قصدي مش هنخش فيها باقي ساعتين ثلاثه يعني خلاص بس هتقعد مع واحد كده بالراحه واحد مش شايفين كده بص المايوب اهو ده مايوب اهو بس تفهم يعني ايه انا عايز اسالك يعني ايه فار بوينت ده عينه صح ده كده مايوب ركزوا معايا في حياتكم ركزوا معايا الباراجريز في المايوب تجمع فين؟ برافو لا قدام قدام صح كده؟ هو ليه شايف بليرد عشان تكمله ايه؟ بليرد كلام جميل سهلة دي خلاص؟ طب ما يوب ده عشان اشوف كويس من غير نظارة ومن غير اكومديشن بيعمل ايه؟ انا عملتها على الفطير. عشان اشوف كويس من غير نظارة ومن غير اكومديشن اجرب لغاية مين؟ لغاية الفار بوينت. لا مش فاهم كده؟ يعني if this is the far point بتاعته اهي كمايوب مثلا لو اللايت طلع منها divergent بمقدار معين صح؟ اللي هو مقدار قوته هو هيتجمع فين؟ العين ده عامل نظارة؟ عمل اكومديشن؟ لا 100 يبقى ايه دور النضاره؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يعني
لو النضارة جابت ده اكنه جاي من هنا. خد وقتك كده خالص صح؟ يعني دور النضارة من الاخر هو ده. ان جيب اللايت البارلل ده اكنه جاي من الفار بوينت. دي النقطة اللي شايف فيها كتير انت اصلا. بعد كده هو ده دور النضارة. يعني ايه؟ حطينا النضارة اسمها كده ماينس اهو، حطينا النضارة هنا ماينس اهو، بحيث الريز ها اللي جايه بارلل دي اهي، بارلل اهي، يحصل لها دايفرجنس اكنها جايه من هنا. صح ولا لا؟ اللي هي كده بتقلي عليها ايه من الاخر؟ اه ذا بار اوف ذا لينس من الاخر كده اللي اف اف. انك تخلي الفوكس بتاع العدسه هو هو ايه؟ الفار بوينت بتاع العين. عليا انا شخصيا بارلل ريز جايه اهي، اتجمعت فين؟ قدام الراتنا. طب من غير نظاره خالص، ده متجمع فين؟ على الراتنا. صح كده؟ يا سلام يا حط النضارة اهو. Parallel rays حصل لها divergence. أكنها جاية من؟ يعني أكني حولت الـ Parallel rays للـ Far Point. ده دور النضارة. فهمت يعني Far Point؟ أشوف اسمها دي بس واحد كده. فهي F F Focus to the Far Point. السؤال بقى، تعرف فوكس إزاي؟ ريتينوسكوبي. ده دور الريتينوسكوبي. إنه يقيس لك دي. بدي كذا تراي للجهاز يقول لك بس على فكرة عند الحتة دي هو شايف كويس. عشان كده بتقول عامل جهاز بكده ايه ايه عمال يعمل ايه يزغلل يجي يزغلل يجي في الاخر ايه يديك طباعه هيزين ترايز هو في عدسات كتير جدا يعني النص ده فيه كميه عدسات مهوله فهمت قصدي كده واضحه يعني اخر باور نحط الفوكس على الفار بوينت دي بره الكتاب بس تفهم يعني فار بوينت يعني فوكس يعني ترانسكوبي كده عشان الموضوع تظبط عندك صح كده يبقى تاني على بعض اوبشن ثلاث اسئله على شكل ايه كونتاكت لينز او نظاره صح كده نوع العدسه ايه ماينس بلس حسب سواء بقى سير سندر مش فارقة معايا، انت سفير بلس سفير ماينس سندر مش فارقة معايا. بس كده اخر حاجة ذا باور الفوكس كونسايز وذ ذا باور بوينت ابلكيشن. سهلة كده خلاص؟ هي مش الريز كده اللي جاي من الباور بوينت هتدايفرج أكتر من حط النضارة؟ ليه؟ دايفرج أكتر ليه؟ أنا بحط النضارة اللي أنا عايزه. دي تفصيل؟ يعني أنا عايز أحطها من هنا جاية من هنا صح؟ أنا مش هجرب معاها. أنا هحط النضارة بحيث فعلا تتجمع هنا. صح ولا لا؟ مش بجرب معايا. الجهاز جاب لي الفوكس فينا. تعالي على طول. تعملها ولا يا جماعه؟ الجهاز بيجرب. الجهاز بيجرب بس هو انت اداني رقم هو ده هو this is his far point. انت معايا مش معايا؟ معايا كده. يعني عايز يقول لي ريتينوسكوبي ايه دور ريتينوسكوبي كلمه واحده بس. What is the function of retinoscopy? What is the function of retinoscopy? كلمه locate the far point. بس كده. ده دوره. مش كده اهم جهاز في الشابتر ده خلاص كده خلاص تمام سهله كده رد عليا انا كاتب عندك كلمه صغيره مش عارف كاتب عندك كلمه يوب باخد the least minus وكاتب the highest the highest plus خلينا نرجعها في السكوين دي حد انا فرام ثلاث قرايات مثلا واقل حاجه هي بره كتاب برضه هي بره كتاب بس اقولها بسرعه جدا بقى ايه الفكره هو مين بخيل مين سخي في الاكوموديشن والرؤيه الهايبر مايوب صح طيب واحد بخيل بني ادم بخيل خد منك 100 جنيه وانت عايز تاخدهم تاني هتقول هات 100 جنيه هتسمع الفاظ صح كده انت بتقول له ايه انت خدت مني 100 جنيه طب اقول لك ايه معاك 5 جنيه هو هيديك جنيه صح لو تقول هات 100 جنيه في الاول الموضوع اتقفل من الاول خالص طب هات 5 هو هيديك جنيه صح بعديه اسبوعين معاك 10 جنيه هيديك 4 صح انت عمال تاخد الفلوس ايه بالراحه صح كده؟ طب نفس الكلام، سيلري ماسل بقى لها فترة نايمة. يعني الباير ريز تجمع قدام الراتنا وما عنديش محاولة أصلحها بسيلري ماسل، ما أنا هجمعها أكتر قدام. فسيلري ماسل إيه؟ بخيلة جدا. صح؟ ينفع مرة واحدة أصلحها بفول كوركشن كده بحيث أخدها بسرعة 100 جنيه؟ فهمت قصدي؟ لا هخليك سن مايوب. بحيث أخد منها 5 جنيه. يعني بخليك أندر كوركتد. فهمت حاجة يا جماعة؟ هخليك لسه ميوب سنة بس بصلح جزء منك بالذات أول نضارتين بس بعد كده خلاص. صح عشان أعطيهم بالراحة ودي في جزء هنا فاهمين الحكاية ولا لا؟ يعني عشان أعطيهم أعطيهم بالراحة. مين بقى شغال بالعضلة 24 ساعة شغال لم نفسك. هي كده بالظبط؟ أنت عمال شغال فلوس خد 10 جنيه خد 20 30 صح؟ لم نفسك يعني أنت العضلة شغالة عادي جدا خد فول باور اسكت بقى. مفيش مشكلة خالص مش كده بديله هايست بلس عشان كده. طب ليه ما ياخدش بالظبط؟ يعني ليه بديه هايست بلس؟ لان لو اديت اقل من كده هيطلع من جيبه يعني ايه؟ يعني هو مثلا بلس 1 شاف 6 6 وبلس 2 شاف 6 6 عارف معناها ايه؟ معناها ان هم قاسوا بلس 2 وال 1 دي انت ما تخليهوش هو هيطلع بالاكومديشن بتاعه. صح كده؟ هنديله هاي سباس ليه؟ ده فلوسك انت محتاج الرقم ده.
اقل من كده هو هيعمل هو اكوموديشن هو متعود عليه. فهمت قصدي كده؟ فالهاي بدي ايه؟ هايست بلس، الماي بدي ايه؟ ليس ماينس. ثاني حاجه في ايوبيا في ساتراكشن فاكتور. لو انت عندك شاشه في التلفزيون في البيت مثلا، شاشه طول عمرها بقى لك 5 سنين مهزوزه شويه صغيرين. بس كده؟ جيت قررت هتغير التلفزيون. فاول اسبوع لقيت تلفزيون رائع، يحصل لك ايه؟ تبقى شايف كويس جدا بس انت ايه؟ مش متضايق، اللي هو احساس نظاره جديده. صح؟ انت شايف كويس جدا، تقعد اسبوع 10 ايام ايه؟ طبعا الاحساس ده اللي مش عارف نظاره عيني مهما حاولت اشرحه لك هو ده فضل الله بقى بيدينا ايه بقى؟ انت محروم. بس فعلا تحس كده متضايق، شايف جدا بس متضايق، بعد اسبوع عادي. ده برين ادابتيشن، ما ينفعش اعمل فوكس مره واحده. بس في بقى حاجه ثالثه في المايوبيا الزايد. لو هو هاي مايوبيا هي سيري مثلا ماسكه في مين؟ الريتنا. سلير بودي ماسك في الريتنا اللي هو فيه لاتس اللي هو فيه هولز. صح كده؟ لو العضله نايمه ايه؟ مره واحده قلت لها اشتغلي فول باور هتشد على مين يعني؟ ممكن تفتح الهول. فهمت قصدي؟ فليه بدي ليست ماينس مايوب؟ واحد ادابتيشن، اثنين عشان يقوم بالراحه الاكوموديشن، ثلاثه عشان ما يشدش على الريتنا يفتح الهولز. فهمت قصدي كده؟ ليه بدي الهايست بس هايت مترو؟ ان هو بيستخدم على طول ايه؟ accommodation to avoid using any accommodation. انت احفظها كده، الواطي واطي والعالي عالي. الواطي مين؟ الليست ايه؟ مين الواطي؟ الماينس ليست والبلس هايست. فالماينس ليست والبلس كان مش عليك على فكره، بس عشان الناس قالت لي يا دكتور بتقول لنا ان يعني الحقيقي اللي بيحصل من الهايبر مترو مش بديله اعلى حاجه فعلا. اعلى حاجه بتقول لازم يبقى عنده شويه اكوموديشن برضو لما يجي يعمل، ما ينفعش الديالو كلها كل قريب التوبلتين دي. ما اعرفش اللي عامل برضو الرسمه دي وقالت التوبلتين قالت لي حاجه ثانيه بتسكنت ولا عارف سكنت تحط سكنت ايرور كده. لا لا مش تستخدم تعمار فاضي. لا ما تخليش الهايبر مترو يستخدم اي اكوموديشن فور فاور. رجعك مترو، احنا قلنا رجعك مترو. فهمت قصدي؟ ليه تعمل فور فار؟ المايو ما بيستخدمش، لا اعمل لو سمحت، لكن ده بيعمل فور فار ليه؟ فده الهايست بلس وده الليست ماينس. فهمت حاجه كده؟ انا ما قلتهاش عشان الناس قالت في الرام بس، لكن هي فعلا الكتاب مش كاتبها قوي عليك يعني. الكتاب كاتب ماينس لينس وخلاص على فكره، ولا كاتب بقى اوبتيكال ولا مفيش حاجه مفيش غمضه خالص، هو كاتب ماينس لينس سلام عليك. انا قلت عشان اسالك بس، انت بقى انت فاهم برضه. عيب حد يديك نظاره وتقول له ايوه ايوه زي ما قلنا امبارح، عيب قوي يعني. ما صحش يعني. ده مش زي الدكتور. الدكتور تعالى ايه ده؟ كلام سهل كده؟ تمام؟ دي سهله؟ خلاص؟ كفيش؟ خلاص اخر حاجه بقى الجراحه، الجراحه بسرعه جدا كده. ساعتين بقى عشان نخش. طيب الجراحه، الجراحه كلمه واحده بس هي ليزك. صح كده؟ ليزك من الاخر كده. لكن في الميوبي في حاجه ثانيه. ايه هي؟ والله اول فكره كده كان في حاجه اسمها متشيكي نعمل. اصلها كان ايه بقى؟ بي ار كي. احنا عملنا بي تي كي لما فهمنا بي ار كي الاول. ايه بي ار كي؟ كوني ايه؟ انت عايز تضعفها خليها مور فلات. صح كده؟ ده البي ار كي. يعني انت كوني عامله حدود ما انت مايوب انت عينيك كبيره قوي مش عارف اصغرها ضعفها. صح كده؟ مش عارف اصغرها مضايقينك صوت مضايقينك صوت مضايقكم؟ كلمه واحده صوت مضايقك؟ انت بدايتي مضايق صح؟ وريني ده ازاي؟ اطلع لا انا مش متضايق ايه وريني ده ازاي؟ بس بأدب احنا صح؟ حنين يعني مش فاكر كده بصراحه. حنين طلعت حنين يعني. صح عندك صح. اتكلم بس دي حقيقه فعلا. مفيش حد يقدر يوجع ست غير ست. خلاص انت بقى انا جاي عشانك. الراجل ما بيعرفش يعني ما يقدرش. سيس والعكس صحيح طبعا. بس كده لو عايز فعلا يعني تهزق يعني ست هتلاقي ولد صغير. ده كلام علمي مش فاهم والله كان جد يعني ما يعني انت لو غلطت مع واحده ست هتديك كلام مش هترد هتسكت خالص مش هتوصل معاها اي حاجه. عايز توجعها طفل صغير مضايقني بس هو هيظبط الدنيا كلها. لو ملوش عارف فكره في ايه؟ فكره في كلمه الليمت. ليمتلس هي ناحيتها ليمتلس هو ناحيته ليمتلس. بس انا كلام سهل نكمل. فدي عندنا اول حاجه بي ار كي. بي ار كي فكرتها ايه؟ انت عينيك طويله جدا مش عارف مش عايز اصغرها فانت ضعفها. ضعفها بايه؟ يعني الكونيا اهي
وادي هنا صح كده؟ ضعف دي شيل حته منها بي ار كي. لو بي ار كي اخرها لغايه ماينس 4 بعد كده ما ينفعش، لغايه ماينس 4 بعد كده ما ينفعش كلامسه كده عشان ما يقدرش يتاخر اكتر من كده يعني. فيجي دول مين بقى؟ ليزي. يعني برفع فلاب بس كده، احط اضرب السوم بتاركونيا وارجع تاني ايه الفلاب. حد فيكم عامل ليزك؟ انا مش عايز اشرح بالتفصيل عشان حد عايز يعملها ما يبقاش ايه قلقان يعني. حد عايز يعمل ليزك؟ حد يفكر يعمل ليزك؟ حد عايز يعمل ليزك يرفع ايديه. حد عمل ايه ده؟ ده لا اشرح بقى. طب في حد عمل ليزك؟ بي ار كي كورنيا اهي خلاص كده، بدل ما قصر العين. لا انا بقول لحضرتك عملي ده. اه والله؟ طب ماسك صغير، ماسك كام؟ 2 3 ولا حاجه؟ 1 البي ار كي صغير لو باخر حته، لكن الليزك لا. هي البي ار كي دلوقتي جميله جدا، زمان كانت صعبه شويه ان انت تباخر حته من الكورنيا فتعملت القصر. اه هم قالوا ان هي مش قصر عشان كده. لا مش قصر حاجه، ده مش كده. احنا شلنا بقى في ألسر اهو صح، مفيش ابيتيليوم، في وجع جامد بياخد سترويس فتره كبيره، بياخد حاجه فتره كبيره جدا كابتن استخدم يعني بياخد وقت. فالاحسن ان الليزك انك ترفع فلاب وتضرب سترويس في نفس الوقت. صحيحه الليزك صحيحه يعني ليزن انسايت وكراتون ليز صحيحه صحيحه. المهم يعني خلاص كده البي ار كي اخرها كام؟ 4. الليزك اخره كام؟ يعني زمان اول ما عملوه كان 12 نزل ل 10 نزل ل 8 ل 10 دلوقتي. ليه؟ انت بتباخر حته من القرنيه كان دوت كرتونس صح كده؟ فانت ليك قدر معين تاخده من القرنيه، ما ينفعش تغيرها قوي، لو ضعفتها قوي هتتزق لوحدها. بس الاكتيزيا مش كده اصلا، ما ينفعش تزيد في كرتونس عشان كده عشان بروجريسيف صح؟ فلازم الكونيا في الاخر يبقى اتليست في حاجه اسمها سترومال بيلت. الكلام ده ليه كنت مش حد تاني ليه كنت؟ ان المفروض مثلا القرنيه بتاعتك انت كل دايوبتر في نضارتك تقريبا بتبخر 10 12 مايكرو من الكونيا. بس هي لازم الماس كونيا بتاعتك كام؟ كده عملنا باكيماتري، عملنا باكيماتري وتوبوجرافي. توبوجرافي تو اكسكلود كريتوكونس، باكيماتري تو نو ثيكنس اوف ذا كورني، عشان لازم تسيب في الاخر حاجه باد معين 300 مايكرو حاجه ما تلمسوش في الكورنيا. فلو واحد عنده 450 مثلا 400 مايكرو لا مش عامل ايه ده؟ واحد عنده 600 قلنا قبل كده هتصعب معايا هتيجي انت عايز يعني عندي ريزيرف. فهمت قصدي؟ واضحه كده؟ فاهم سهل؟ فانت لغايه 8 10 لو عايز ليزك احسن لغايه 8 10 مش هشرح تفسير عميق لو طلبته بس دي ناس كده تمام تمام. بعد كده بقى لا اكتر من 10 اكتر من 8 ما ينفعش ولا ليزك ولا بي ار كي. هنا هزرع في العين كونتاكت لينز جواها، بس كده هزرع جواها كونتاكت لينز. دي اسمها ان اسمها كونتاكت لينز او عدسه، وانت اوريدي عندك عدسه خلاص. يا جماعه يعني انت مايوب كبير قوي صح؟ لغايه 4 ممكن في ار كي او ليزر، لغايه 8 10 ليزر، اكتر من كده حسب سنك. لو سنك صغير يونج ايج انت لسه عندك اكوموديشن صح؟ لا وما ينفعش اعمل لك بي ار كي وما ينفعش اعمل لك ملايكه يا عندنا واحد تاني يبقى اليونج عنده لسه ايه؟ ها؟ اكوموديشن. انت عندك ادي الايرس وادي اللانز، مش عايز تضحي بدي؟ هبزرع هنا او هنا عدسه ماينس فرق جدا اسمها implantable contact lens او فيكيك اي ال. يعني بس عدسه وانت اوريدي عندك عدسه بسميك فيكيك اي ال، انت فيكيك وزرعت لك اي ال. فهمت قصدي كده؟ واضح؟ طب انت كبير في السن مين اللي خلاص مش عايز حاجه؟ اكوموديشن. لا خلاص شيلها جي 18 شيل ال 18 دول وعوض. لو عايز واحد انت لو مثلا واحد هاي ايرور ماينس 18 20 20 شيل ال 18 بتوع اللانس وانت عوض الفرق الصغير ده ده ايو. هنا شلت اللانس ليه؟ عشان عنده كاتركت؟ لا عشان قوي جدا عشان قوي جدا. يبقى خلاص اسمها كلير لانس اكستراكشن. هنا شلت اللانس بهدف ريفراكشن صح كده؟ ان المسك كبير قوي خلاص شيل حته عندك كبيره قوي انت مش عايزها. فهمت قصدي كده؟ فحسب السن ايذر كلير لانس اسمها سي ال اي، سي ال اي يعني انت عندكم سي ال اي يعني clear lens extraction مش cataract extraction the refractive. خلاص انت عندك CLE plus minus IOL ما يعني عشان ما ابقاش بالظبط يعني مثلا مدير مثلا واحد دكتور اثنين دكتور حسب ساعتها قد ايه يعني. ما يبقى بس في تفصيل زياده عشان هو اهم واحد فينا او most common error يعني. بتعمل ايه سكيل التعامل مايو؟ فاكر كتير انا بدي بس فكره
بس ده الميجر. مش دي تعمل كومبليكيشن يعني دي مثلا ممكن تعمل كومبليكيشن. ممكن تعمل كومبليكيشن. لا هي اكيد هتعمل. لا عشان خاطر انا هفضل لو انا حطيتها ورا كل الناس. ما دي حاجات معينه. دي حاجات خاصه، دي حاجه بري شويه ده شيء شويه ده. ورولا بانه حاجه جامده جدا يعني. لا مش ده غلط. ده تعمل فيها فورمه يعني هو بيصعب الحاجه يعني هو بقى ينخميش. هو عاملينها عامله كويس قوي. بحاجه فلات كده فيها خرم عشان تعدل ايه كويس رفيعه جدا وتمس وسهل يعني كده خلصنا كده سهل اللي فيها كريم يعني كده خلصنا. انا عايز اعلمكم حاجه في حياتكم. لو جالك عيان قبل العمليه لو خدت بتاعته جراحه حاجه وبيصفصر جدا ويفصفص جدا ريسك اوف كومبليكيشنز دونت دو الشخصيات الاوبسيسيف جدا دي دونت تاتش اللي هو مش قابل فكره الكومبليكيشن ده دون تاتش مش هسيبك هتبقى ظالم ومجرم وضيعتني وهعيد عدلك. الاوبسيسيف اللي بيسال كتير جدا قبل العمليه والتمريض كومبليكيشن طب الانفكشن طب 1% طب كذا دون دون ايه يعني انت مش عايز فلوس ضيع حياتك وبوظ سمعتك عشان هم يعني عايزكم تتكاتك كده تبص عينك بتاعك عامل ازاي بس هو ربنا ده عنده فكره ربنا يسهل ويستقيله خلاص. انا كان والله مش كان اللي كنتوا يعني ان الكومبليكيشنز دو هابن في فرق بين كومبليكيشن واهمال. كومبليكيشن في الكتب انت قصدي لكن انا قال لك مثلا من ضمن الكومبليكيشنز انا نسيت فوطه جوه لا ده اهمال لكن حصل بليدنج وهي اللي دي حصل وصل مش وصل معايا انفكشن وهي اللي حصل اللي سالك كتير قبل العمليه انا بعمل كده يعني تيجي يسأل بقى يعني مثلا ليزك مثلا في ناس مغالية يعني يقول لك ايه هعمل ليزك هيديها مشاكل لا خالص ده بتقول كداب بتاع فلوس وده هو بيشجعك اعمل ليزك اعمل ليزك اعمل ليزك خلاص يعني دي هي عملية رائعة السكسس ريت 99% بس في ريسك اوف كومبليكيشن كام 1% هو مش قبل ما تدوش بص مش واصلة كده اصل هو الشافي مش انت اصلا الشافي مش انت شكله اصلا بس هذا بس قبل الفكره دي ولا لا مش قبل خلاص يعني عم بسيت كونتاكت لينس فيها يعني علاج الاستجماتيزم علاج الاستجماتيزم انا قلت ممكن ادي كونتاكت لينس او نظاره صح كده ازاي في الاستجماتيزم عليك كونتاكت لينس منطقيه دي يعني النظاره ماشي عشان حته ثابت حته ثابت اهو هيتحرك ده لا لكن كونتاكت لينس عملت كده بصيا حركة الاكسس هتزغل بقى فعشان يثبتوها عملوا ايه؟ قال لك ساعه على فكره البانشو كتب كده بتضربه كده ترجع تاني بالجوله دي البانشو سكات كويس جميله جدا هم قال لك رجع كده بس كونتاكت لينس تورك صايع والله صايع جدا بص قال عاد سعيد قال لك خلاص هو ايه فكره البانشو انا عندي واحد زمان قطعتها مش عارف اللي هو دي بترجع تاني يعني المهم يعني كان كده في حته ساند باج رهيبه جوه كده إذا مضربها ايه ترجع بالطول قال لك بس خد الفكره دي اللي كونتاكت لينز اهو ازرع فيها هنا حاجه تقيله شويه بريزما حاجه شفافه مثلا الاكس اهو صح يلا عبرت عينيك انت عامله كده اهي ترجع تاني عشان هي لابس كونتاكت لينز يعني هنا بس ثواني ينزل لك فيها ايه نسبتين لو هي كارك كونتاكت لينز يعني فهمت قصدي كده ان ترجع تاني للطول ترجع تاني ترجع تاني عشان ثابت الاكس لو انت حركتها هي دي تقيله تحت ترجعها تاني زرعتها غلط هتركبتها كده انت هتركبتها في نفسها ليه؟ يعني فكره التورك بتحط حاجه جوه بس اسمها كده بريزن بالانس حد عنده في اي جمله بوينت فول ستوب في الورقه مش تمام ولا خلاص كده خلاص كده انا لسه مش على سكريبت والله نفسي اخش على سكريبت كاتب
يلا يا جماعه جاهزين يلا سكويد ده مش عارف تعالى يعني انا كنت مش عارف كده وبكره المره الجايه تيجي بقى فيسيولوجي وسكويد نفسه يعني اناتومي مصر زي قطع عضلات صح كده بسرعه جدا كده العضلات يلا ايه عندي اربعه ريكتاي واثنين ايه اي عضله في الدنيا برافو اوريجين انسيرشن نيرف سبلاي اكشن في حاجه ابلاي صح كده الريكتاي مستقيم ادي العين اهي بس كده الفور ريكتاي ماسس كلهم جايين من حاجه اسمها الكومن رينج صح كده عين السبزين العين اهي يلا فوق تحت بميتر لا الانسرشن على مسافه معينه من الليمبس يعني لو دي كونيا كده هي جايه من هنا جايه من هنا جايه من هنا جايه من هنا بتقف عند حته من الليمبس وتلزق كير تعرفي حاجه لو سمحت ان اقرب عضله اكبر عضله ميدياليتس احفظ دي اكبر واحده اكبر واحده عشان كونفرجنس 14 ساعه مش كونفرجنس بعد كده كام المسافه دي احفظها لو سمحت بقى 5.5 دي اقرب واحده اقوى واحده حبست 5.5 يلا حط 5.5 تمام يلا بص هنعمل ايه بقى زود واحد 6.5 ماشيين كده صح سبايك كده خلاص طب زود نص 7 هي 6.9 طب زود نص كمان 7.5 هي 7.9 مش فارقه كتير يعني 1.5 تمام 1.5 كده بس هي يحفظ لي 5.5 اقرب واحد تمام في تكه الكتاب مش كده خالص انا لمعت عليها كده في اوبتيك نيرف الكتاب مش كده خالص قلت لك ان في عضلتين بياخدوا اوريجن اضافي فروم ذا شيت اوف ذا اوبتيك نيرف صح عشان كده في بين ان مين ريترو باربر هايبرولايز انا وضحتها في الكتاب ان الكتاب مش فرق الفرق ده الكتاب كاتب بين مع الاثنين مش عامل فرق بين بلايس وباربر بس انا قلتها عشان لو اتسالت مش عارف حاجه زي كده مين فرق بين فعلا بس كده الكتاب مش كاتب الحته دي ان البين بيشق ريترو باربر نيورايتس عكس مين ريبرولايز الكتاب كاتب بين مع الاثنين بس كده بس انت فاهم الصح ايه وكتاب كاتب ايه كان قلت في الاوتوكراب بتاع ساعتها بوتنشال سي صح كده خلصنا كده الحمد لله ايه اوريجين ريسيرش بتاع مين ريكتور هات الاوبليك سهل قوي هات الاوبليك اللي انت عارف عن الاوبليك ايه يعني انت شورت اوبليك في ايه انت عارف ايه عن الاوبليك يعني قلت لك في الاوبليك بيشتغل ازاي تحت مش كل قاعدين كده ولا ايه النظام يعني الرحمه ايه يعني عكس اسمها صح ليه تاكت الاوبليك كلمة واحدة بس الانسرشن فين ده العكس الاكشن ليه بقى لو العين اهي وده كده الاكويتور اوف ذا اي وده محور الحركه لو انا جاي من ورا اوريجن اهو الانسرشن كده اهو صح ده اوريجن انسرشن اوريجن ورا الانسرشن قدام الاكويتور هيحصل ايه فلو انا فوق اشد لفوق لو انا تحت اشد لتحت يمين يمين شمال شمال تاكت البليك كلمة واحدة بس الانسرشن بيهايند ذا اكويتور انت جاي من قدام وماسك ورا انت عكست الاكشن يبقى تاكت البليك كلمه واحده بس انسرشن ها بيهايند ذا ايكويتور دي تاكس انت قلبت الاكشن صح تفاصيل اكتر لو دي العين اهي اه لو جاي من تحت فعلا لو جاي من تحت فعلا وطلعت ورا العين اهو الانسرشن اهو دي انفيرير بليك ده اونلي ماسل بتيجي من قدام انفيرير بليك خلاص كده انفيرير بليك جاي من هنا من ورا ماشي عضله 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 زي بالظبط الليفيتر فوقيها في الليفيتر تيجي عند حاجه اسمها الاتراكليا فاهمين وتروح لها فتندون بعد دلوقتي برضه زي الليفيتر تمسك ورا العين ليه الحركه الكبيره دي ان الاكشن بتاع العين قوي جدا دي فكره البولي في الفيزياء انت خدت فيزياء عارفين البولي يعني لو راجل واقف هنا كده راجل واقف هنا كده صح كده وهنا في تقيله جامده جدا هو عايش ده فورس كده اهو احنا خدنا درس اسمه البولي
فاكرين يعني ايه بولي ده؟ حاجه كده اهو انت افتحت لو عايز كده اهو فاكرين انت شدت كده انا فاكر ايوه فاكر ممكن كام ده فكره البولي دي بتقلل فور شويه هات من هنا بقى هطلعك هنا برضو يعني في الاخر دي طلعت فين هنا بس ده شد كده وده شد كده صح سبحان البديع بقى نفس الكلام الحركه دي جامده جدا الاكشن ازاي اهو كده بس الفعل الحركه كده يعني الاخر شيل ده خالص انت جاي برضو اكنك من هنا هنا من هنا هنا فهمت قصدي كده فكره قطعه شطحه بس يعني يعتبر كده عايز اقول كلمه شيك يعني the sphere oblique has two origins an anatomical one and a functional one بس لازم تيجي من قدام التكه لازم الاكشن يجي من قدام لورا فالاكشن جاي من تروكلي بس كده واضحه كده لكن الارش الحقيقي جاي من ورا اكس ذا بولي يعني كده خلصت خلاص ده كده خلاص انا سبيل ايديك اكشن نيرف سبلاي نيرف سبلاي قاعده خدناها اس او 4 ال ار 6 الباقي كله 3 ده تو ديفيجن سوبيريور اند انفير اي حاجه فيها لفظ سوبيريور بعد كده تاخد سبيريور ديفيجن زي ايه مثلا دي سبيريور اوبليك خلاص مش تعبيه خدت مين ده تراكيه وضع عضلتين سوبيريور تانيين سوبيريور ريكتس والليفيتور بابيبري سوبيريورز صح الباقي ياخد منين انفير ديفيجن اللي هم اتنين انفير انفير ريكتس اند سوبيريور اوبليك بحط معاهم الميديال ريكتس صح كده في تكه ثانيه الانفير اوبليك دي تدي تويج للبيوبل سلير مصري خليناها خدنا نيورو صح قلنا السفينكتر بتاخد منين البروموتر فارس المتاتي صح يبقى يعني بعد كده تاني نفس سبلاي اس او 4 ال ار الباقي كله تالت التالت ده اهم عصب هناخده ان شاء الله بالتفصيل لانه مليان تالت يلا سبيريت فيجن يروح مين سبيريت ريكتس اند ليفيتور سوبريورس سوبريور سوبريور صح كده دول انفير انفير حط معاهم ميديال الاوبليك ده في الاوبليك ده بيروح لمين جوه كمان جوه العين دي بيبل سينما بس عشان الكومبليكيشن ايه مايوس سهله كده خلاص دي نيرف سبلاي سهله سهله رد عليا الاكشن بقى الاكشن ده يهمني جدا نعمل ايه ده سؤال عملي ليس ساينس قاعده الاكشن احنا مش هنتكلم بقى احنا بس هنحكي بيها ان شاء الله خد الجديد خد الجديد خد الاكشن خد الجديد دي دي مثلا قول طب بسرعه كده الاكشن بص بسرعه الاكشن عباره عن ايه؟ ادي العين هي صح؟ العين دي ليها ثلاث محاور ايذر فورد ادكشن ادكشن انتورشن اللي في فرحه النوز او اكستورشن اسمها ده اكسسور فيك يبقى عندي كام ناخد حركه؟ ثلاثه القاعده بتقول ايه؟ مش عايز بقى كلام كتير بس بص على الحته دي عشان هقول حاجه دلوقتي هتدفع في الرد انجل انجل كبر دماغك خالص دي عين هي ده اسمها برايم بوزيشن تخيل معايا العضله دي عامله كده يعني العضله دي واخده انجل مع العين ليكن اي 23 ديجري مش رايح خالص اما انت اهو صح كده كده عايز محطوط بقى لو دي الاورجن ده الانسرشن هيشتغل ازاي هشد كده صح بص ايه هيحصل في ايه انا هيحصل كده اهو هتلف صح كده طب خلي العين دي العين دي بس كده هي نفسها مش برايم بوزيشن بقى تتحرك اللي نفسها اتحركت عضله ثابته اتحركت اهي صح بس دلوقتي عضله عامله ازاي وهي على طول شد اترفعت فالاكشن ده غير ده حسب وضع مين العين برافو عليك اللي هي برايمري بوزيشن سكند بوزيشن ثيرد بوزيشن انا مش عايز تفاصيل اكتر من كده بس افهمني دلوقتي ان العضله بتشتغل حسب وضع اللي واضحه الجمله دي واضحه القاعده بتاعت دي بقى مش عايز اقول فيها خالص تفاصيل القاعده بتقول ايه اي عضله هوريزونتال ليها اكشن واحد بس على اكسس واحد بس يعني العين اهي لا تركز تعمل حاجه واحده ابدكشن مين ده حاجه واحده ابدكشن وان اكشن ان وان اكسس ده مين هوريزونتال اي حاجه فوق او تحت في اكشنز على ثري اكسس ترى كده الهوريزونتال ماسل ديهم ايه؟ وان اكشن خلصت منهم؟ اللي فوق لتحت بقى القاعده بتاعتهم ايه؟ بدون تفاصيل كتير القاعده تلاتي اي حاجه فوق اي حاجه فوق بتعمل انتورشن يعني اي حاجه سفير اوبليك بقى سفير ريكتس مش دعوه اي حاجه فوق تعمل ايه؟ انت دي بعين جوه يبقى ذا سفيرز ار انتورشنز هتنسى وتتلخبط قوي قوي اكتب كلمه سوباين سوباين ان عشان تجلس السوب ان بس كده سهله كده خلصنا من دي خلاص كده يا جماعه يبقى سهله قاعده رقم 2 اي حاجه اوبليك بتعمل ابدكشن قاعده الاوب ان اوب ان اوبليك ابدكشن سو فاين اوب ان سهله اظن واضحين كده خلاص اخد قاعده دي بقى عشان خاطر نختم بيها بقى بص عليا اسمع اخد قاعده دي اي حاجه اوبليك انت تعرفه عكس اسمها ولا زي اسمها؟ عكس عكس اسمها ركز بقى ركز بقى الاكشن ده
عشان تعمل الليفيشن ديبريشن لازم عين تغير وضعها. ايه الحركه دي؟ عشان ارفع انت عينك مش برايم بوزيشن ده خلاص. صح كده؟ اللوبيك بتعمل ابدكشن ولا ادكشن؟ ابدكشن. اوكي؟ If the eye is in adduction, هي عملت adduction؟ عملتها من دلوقتي، الجملة اللي قلتها دي. If the eye is in adduction، هي اللي عملتها؟ لا، medial rectus. يعني medial rectus جابتها جوه دلوقتي. دلوقتي وضع العين ايه؟ adduction. في الوضع ده هي عكس اسمها. يعني هي depression مش في كده. If the eye is adduction، هذا العين الأحمر. يعني عكس اسمها بشرط ان ابدكشن. ما حدش يقول لي حاجه ده يساله جبت من ابدكشن هيبقى قلبي هي تعمل ابدكشن بس اف ذا اي از ان هتعمل ايشن ديبريشن. محور ثاني خالص. ثاني ذا سبيرز ار انتورجرز اوبليكس ار ابدكترز اوبليكس ار عكس اسمها بشرط in abduction مش هي اللي بتعمل abduction. If the eye is abducted by the medial rectus هتبقى depressor or elevator. قلتها كذا مره اهو. صح كده؟ واضحه؟ and vice versa. دي vice versa دي. يلا بقى يبقى inferior extorsor. طب الريكتاي abduct. طب if the eye is in abduction ركز بقى الريكتس زي اسمها انت عارف بس دول خلاص دي عكس دي فايس فيرس عكسها خلاص. عايز اقول لكم حاجه فرقت معايا اما دي القانون فايس فيرس او القانون الاساسي كله في السبسيدري بتحفظ ايه؟ مخك لما بتعمل سكوينت المايوب بيحدث بره ولا جوه؟ بره. انا قلت ايه؟ بره. قلت له عندك سودو كونفرجن صح؟ قلتها اصلا غلط اقولها روح مسكرش كده. بتعمل ترو ايه؟ دايفرجن بول ستوب. لو تسال بقى طب الكذاب ايه؟ عكس. ما تحشيش دماغك حاجه ثانيه، اما اقول لك احفظ ده يبقى تحفظ ده بس. جالك سؤال ثاني غير ده اعكس ده. طب تحفظ ده كذا، اصل بيحفظ ايه؟ سبيرس اند تورتس يبقى والانفيرس اكس تورتس سبيرس اند تورتس سبيرس اند تورتس. انت بتعمل كده على فكره، انت بتلخبطهم. انت بتقعد تحفظ واحده لوحدها، ازاي يعني؟ انت بتطحن مخك سبيرس اند تورتس خلاص خلصنا. بلاش حشو صار كده ناخد اكزامبلز عشان نفهم. يلا بقى سيروبليك اكشن كونها سوبيريور انتورش كونها اوبليك ابدكشن وكونها اوبليك ابدكشن تعمل ايه؟ ديبريشن سوبيريور انفيريور ريكتس كونها انفيريور اكستورشن كونها ريكتس ابدكشن وكونها ريكتس لو ان ابدكشن زي اسمها ديبريشن الاتش اهو والاتش اهو صح؟ دي النوز انتوا هتجاوبوا مش انا خلاص مين عضله دي؟ تعمل صح؟ مين عضله دي؟ مين عضله دي؟ مين عضله دي؟ لحظه بقى مين دي؟ خد وقتك خالص ده ديبريشن ولا اليفيشن؟ ان ادكشن ولا ابدكشن؟ ان ادكشن يبقى مين عضله دي؟ برافو عليك طب دي نفس الكلام دي برضو ايه؟ حبسه ده بص لحاجه واحده بس قرايه من زون سيلم العصب الرابع بتاع القرايه من زون سيلم صح كده؟ لو انت حفظت ده فين ان ذا جابس؟ لو دي سيلو بليك يبقى دي ايه؟ فيلو بليك طب دي فيلو بليك يبقى دي ايه؟ اعكسها سبيركس يبقى دي ايه؟ تعبت ارجع تاني فهمت قصدي؟ انت عارف بس حاجه واحده مين دول؟ بس خلاص كده مين دول؟ انت بقى فين ده جاي بقى؟ يبقى ده مين؟ انفيريور بيك عكسها يبقى دي مين؟ عكسها مرجع تيجي بيها يعني تيجي بيها تاني عادي بس انا قلت لك هشرح عامل التفصيل هذه بس انت كده انت احفظ القاعده دي وارسم اتش ده هيعمل تاني هنعمل ان شاء الله تفصيل يعني سهله؟ احنا بكره بكره سويت بكره في ديسكوينت ولا ايه؟ اوكي